من داخل سوق الشعلة بمدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد ورصد الأسعار المنتجات الخضروات والفاكهة قبل حلول شهر رمضان. هنتعرف بحضرتك. أهلا وسهلا سمير أحمد عبد الرحيم. حاج سمير قولينا أخبار الأسعار إيه عندكم؟ الأسعار بالصلاة على النبي خمسة جنيه وصل تمام. جزر 3.10، طماطم 3.10، يا خيار 3.10، نص 3.10، تمام، وبنجان 3.10، يعني كل حاجة حلوة يعني الصراحة. تمام. هنا سوق الشعلة الرئيسي اللي هو أكبر أكبر سوق في الخارجة. أكبر سوق الخارجة لأنه هو ده الأساس. ده الأساس يا تمام. هاي ثاني. ده تمام. هنخلي 10. 10 بضات. 25. قول لنا أخبار الأسعار إيه عندك؟ أسعار زي الفل، طماطم بجنيه ونص، بطاطس بجنيه ونص، خيار بخمسة، باذنجان بخمسة. نبيع على أسعار متناول الجميع. شنطة كبيرة؟ حاضر. اديني 50 صح قلنا كام؟ 25 و20. البصل بثلاثة ونص. شنطة كبيرة. كم الفراولة يا رب؟ فراولة ب10. شنطة كده 7 ونص.